مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. النهارده حلقه لذيذه جدا من اكتر طرق الاكل الصحيه السريعه اللي ما فيهاش شغل كتير، حاجه اسمها الستير فراي. ستير فراي يعني ايه؟ يعني ووك او طاسه كبيره اشوح فيها مجموعه حاجات مع بعض وتطلع النتيجه جميله جدا، واللي بيكمل وبيربط طعم الحاجات دي كلها مع بعضيها صوص بيكون لذيذ جدا. فاحنا هنعمل النهارده صوص اساسي للستير فراي كله، وهنطلع منه 3 4 افكار كلها تبقى وجبات سريعه جدا، سهله جدا، خفيفه جدا، ومفيش فيها شغل كتير لان كله تك 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 تشويح كده على الطاسه واحنا واقفين، الموضوع سريع قوي. تعالوا نشوف اول حاجه وهو اساس ونجم الحلقه النهارده الصوص هنعمله ازاي. صوص الستير فراي هيكون عباره عن نص كوبايه من الصويا صوص ونص كوبايه من المرقه، معلقه كبيره من العسل الابيض ومعلقه كبيره من زيت السمسم، معلقتين كبار من النشا، وثلاث معالق صغيره من الثوم المفروم، عندنا كمان معلقه صغيره من الجنزبيل المفروم، وكل الكلام ده هنخلطه مع بعضه يبقى جزء يبقى صوص ستير فراي جاهز لاي حاجه. واللذيذ بقى في الستير فراي، ستير فراي الاول عشان بس نعرف اصل الموضوع ايه، هو جاي من المطبخ الاسيوي او الايجين فود، يعني اللي بيتميزوا جدا بان كل طبخهم خفيف وهيلثي، ما بيتخنش، ما بياخدش وقت في السوى، وما بيتعرضش لعمليه طهي كتير، فبالتالي بيفضل محتفظ بكل قيمته الغذائيه. فاللي احنا بنعمله النهارده ان احنا بناخد الكونسبت الجميل ده جدا مع الصوص الحلو ده جدا ونطلع منهم وجبات حلوه قوي. تعالوا نشوف هنعمل الصوص ازاي. عايزاكم تجهزوا برطمان لطيف او اي برطمان يكون بس محكم الغلق عشان هنرج فيه، وهنحط فيه كل المكونات مع بعضيها. هنحط المرقه، امشوا على المقدار مظبوط عشان يطلع معاكم مظبوط، وخلوا كل مكوناتكم بارده حتى المرقه علشان النشا يدوب فيها. صوص الصويا، وانا برشح تستخدموا الفاتح مش الغامق، زيت السمسم بيتميز بريحه جميله جدا وطعم رائع، وهو اللي بيخلي المطبخ او الطعم الاسيوي يوصل للاكل كده ونبدا نحس ان احنا بناكل حاجه فعلا من المطبخ الاسيوي. المشوار الجاي ناخد العسل، هيعادل الطعم المالح من الصويا. ناخد بالنا الصويا حادقه، فدايما لما بنستخدم صويا في طبخنا بناخد بالنا ان الملح برضو يبقى ايه في المعقول. اللي عايز العسل ينزل كله من البوله من غير ما يلزق فيها اي حاجه بيدهنها او معلقته، يعني يدهن المعلقه شويه زيت قبل ما يستخدمها، او البوله نفس الكلام. جدير بالذكر ان الجنزبيل الطازه هيفرق جدا في الطعم، لو مش موجود وانتم مضطرين تستخدموا مجفف اوكي مفيش مشكله مش هيقول لا، ولكن لو الطازه موجود دايما هو اللي هيديكوا نتيجه احسن. ثوم مفروم، وانا ما بحطش اي توابل، لا بحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، الصوص ده صوص بس كده، انا بدي تقليبه سريعه. ودلوقتي الحاجه اللي هتربط الصوص ده وتخليه متماسك وهي النشا، بتخليه يعمل كده زي جليز او لمعه او يمسك على الاكل اللي احنا بنسويه فيه. وطبعا هتشوفوا كل ده عملي لما نبدا نطبق الوصفه. هقلب النشا تقليبه سريعه، وعايزه بقى ايه اطمن ان كل الكلام ده اتقلب كويس جدا. فاللي هعمله اني هاخد البرطمان واقلب، انا بس عايزه اتاكد انه مش هيوقع عليا حاجه، محكم محكم، بس رجه كده بس بقى عندنا صوص الستير فراي جاهز هنستخدمه دلوقتي في وصفات كتيرة جدا. وبنفكركم بأرقامنا تقدروا تتصلوا بينا عليها في أي وقت، وهي 0909 0900 910 من أي تليفون أرضي، و 1710 من أي موبايل، وتنورونا دايما باتصالاتكم. جهزنا الصوص كده تقيل وناعم وجميل، وممكن أوريكم كمان عن قرب، بصوا الخشن اللي فيه ده حتة التوم والجنزبيل مش اكتر. ننظف كده اللي نقط ده
ونبقى جاهزين لاستخدام صوص الستير فراي. طيب هنبدأ في باستخدامه في ايه؟ استنى ننظف. هنبدأ دلوقتي نعمل لحمة بالفاصوليا الخضراء والفول الأخضر. اللحمة دي هي هي ينفع تتعمل بالبسلة، هي هي ينفع تتعمل بالبروكلي، هي هي ينفع تتعمل بميكس من التلاتة مع بعض. انتوا بقى اللي انتوا عايزينه. انا النهاردة حبيت اجدد شوية فاخترت الفاصوليا واخترت الفول الأخضر. طبعا علشان نعمل اي وصفة من وصفاتنا النهاردة احنا محتاجين وبشدة ان الووك بتاعتنا دايما تبقى سخنة نار، فاحنا طول ما احنا بنطبخ حاجات كده ستير فراي الووك تبقى محطوطة من بدري على النار بتسخن. انا بصراحة عايزة ادي الووك وقتها تسخن جدا، فهقول المقادير واطلع فاصل لحد ما هي تسخن. المقادير بتاعتنا عشان نعمل ستير فراي اللحمة اللي بالفاصوليا والفول الاخضر هتكون عبارة عن نص كيلو من اللحمة المكعبات صغنطوطة خالص عصافيري كده، نص كيلو من الفاصوليا الخضراء الطازة مقطعينها قطع، كيس من الفول الأخضر المجمد بنقشره بنشيل القشرة الجامدة من بره، بصلة مفرومة ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل أسود. الصوص احنا عاملينه طبعا وهعيد مقاديره تاني، نص كوباية من الصويا صوص، نص كوباية من المرقة، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، معلقة كبيرة من زيت السمسم، معلقتين كبار من النشا، وثلاث معالق صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل المفروم. انا ما ينفعش احط ابدا اللحمه في الطاسه بتاعتي غير اما تسخن كويس جدا، فهطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع مع بعض نكمل حلقتنا مستنيكم. ورجعنا من الفاصل. الطاسه بتاعتي او الووك بتاعتي بتدخن بتطلع دخان، ده بالظبط اللي انا محتاجه اشوفه قبل ما انزل اللحمه. لما اشوف المنظر ده اقدر بقى اجي كده بكل ثقه انزل اللحمه وانا مطمنه. سباتشولا في ايدي. بس كده. ونسيب اللحمه بقى ما نقعدش نقلب كتير عشان تتشوح، بس لازم نتاكد ان كلها متعرضه لسطح الطاسه. ادي اول وصفه بدانا فيها، لازم نسيب اللحمه دي تاخد التشويحه بتاعتها صح، وبعد كده نبدا نكمل في الحاجات الثانيه، الاضافات الثانيه يعني. النار عاليه ما بنقلبش كتير وسايبين اللحمه تتشوح. ماشي، عندنا ايه تاني ستير فراي النهارده؟ تعالوا ناخد ستير فراي تاني باللحمه برضو، وهو ستير فراي اللحمه بالفلفل الحلو. هنحتاج نص كيلو من اللحمه اللي متقطعه زي الشاورما بالظبط، يعني ممكن تجيبوا بفتيك وتخلوا الراجل يقطعه لكم شرايح رفيعه او اي لحمه رقيقه كده وتتقطع شرايح رفيعه. اتنين فلفل الوان جوليان واتنين فلفل رومي جوليان. عندنا كمان بصله، اتنين بصله جوليان، واحد فلفل احمر حامي جدا، ومعلقه كبيره ثوم مفروم، زيت وملح وفلفل اسود. الصوص هو نفس الصوص اللي احنا عملناه في اول الحلقه، اللي هيكون نص كوبايه من الصويا صوص ونص كوبايه من المرقه ومعلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من زيت السمسم، ومعلقتين كبار من النشا، وثلاث معالق صغيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من الجنزبيل المفروم. نبدا بقى، احنا سايبين برده ووك ثانيه بتسخن اهي علشان اللحمه الثانيه نقلب. بص بقى ايه اللي حصل هنا. ايه اللي حصل؟ ان اللحمه ما نزلتش اي ميه وقاعده تتكرمل وتاخد لون، فده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه، من ان الووك تكون سخنه جدا ومن ان الووك ما يبقاش في اي فرصه ان هي تنزل لي ميه اللحمه وان انا ما اقلبش كتير. الحاجات البسيطه دي هي اللي وصلت ان اللحمه تبقى بتتشوح كويس كده من غير اي فقد في السوائل. اللحمه اللي ما بتفقدش سوائل ما بتكشش قوي زي اللحمه اللي بتفقد السوائل بتاعتها، فدي برضو ميزه للناس اللي عندها مشكله دايما ان اللحمه بتكش. يلا بينا ندخل على اللي بعده. عندنا ووك ثانيه احنا حاطينها على النار تسخن، وعايزين نبدا وصفه اللحمه الثانيه برضو. هحط شويه زيت
دايما الستير فراي بياخد زيت قليل جدا، عشان كده هو من طرق الطهي الصحيه، فما تكتروش ابدا في الزيت اللي تحطوه. ماشي، اللحمه بتاعتنا للستير فراي التاني اهي، نعمل تيست كده ونشوف ايه الاخبار. تمام، نفس الكلام، لا هنقلب كتير ولا هنسحم الطاسة ولا هنوطي درجة الحرارة، وهنسيب اللحمة تتشوح براحتها خالص خالص، وهي ايه؟ وهي على النار كده العالية. طيب يلا بينا ناخد سلمى على التليفون. الو، يا سلمى اهلا وسهلا. الو، ازاي حضرتك يا شيخ سارة؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ انا زي الفل يا سلمى، اخبارك يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا كنت كلمتك قبل كده مره من زمان وقلت لك ان انا مش شايفاكي بس بحب اسمعك قوي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انا مبسوطه ان انا عرفت اوصلي. يا روحي ربنا يخليكي، انا اللي مبسوطه اكتر والله. طريقتك في الكلام جميله قوي وبتريحني كل يوم لما بسمعها يعني. يا حبيبتي انا متشرفه بوجودك ومتابعتك وسعيده ان احنا بنتواصل هنا في البرنامج. ان شاء الله، انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك والله. حبيبتي انا الاسعد ومنوراني يا جميله، تسلمي يا رب، اهلا وسهلا بيكي. اللحمه بنقلبها ونسيبها برضو تتشوح. على فكره اللحمه لذيذه جدا، بتقول لنا هي جاهزه امتى. طول ما هي لازقه في الطاسه وبتقلبوها مرخمه معاكوا كده، تعرفوا ان هي ايه؟ لسه ما خدتش التشويح. اول ما تتشوح وتعمل الطبقه او الكراست البني المكرمله الحلوه، هي لوحدها بتبعد عن الطاسه وبيبقوا ظراف جدا ونقدر بقى نتعامل معاها. انا سايباهم يتشوحوا براحتهم ولحد ما يتشوحوا براحتهم. تعالوا نقول مقادير ثالث ستير فراي معانا النهارده، وثالث ستير فراي هيكون بالفراخ. عندنا اربع صدور فراخ مقطعينهم جوليان، وكوستين مقطعينهم شرايح، واحد فلفل احمر حار، طبق مشروم شرايح، طبق بيكون حوالي ربع كيلو، نص كوبايه جزر مبشور او متقطع جوليان رفيع جدا، الاثنين ينفعوا، كوبايه من البسله، ورشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود وشويه زبده. نفس صوص الستير فراي بتاعنا اللي احنا اتعملناه في اول الحلقه، خلاص ماشيين بيه طول الحلقه، وهو نص كوبايه من الصويا صوص، ونص كوبايه من المرقه، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من زيت السمسم، معلقتين كبار من النشا، ثلاث معالق صغيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من الجنزبيل المفروم. وممكن حد يفكر ويقول طب ما هو الاكل ده كده هيبقى طعمه بالظبط زي بعضه ما دام الصوص واحد. الحقيقه لا، الصوص بياخد كل مره من طعم الحاجات اللي عندنا في الطاسه. اللحمه هتدي له طعم مره، الخضار هيدي له طعم مره، كل الاضافات البسيطه اللي احنا مع حاطينها بتدي كل مره طعم شكل، فالموضوع ما بيبقاش خالص نفس الطعم. اللحمه دي جاهزه ان احنا نحط لها البصل، فهحط لها البصل ياخد برضو كده شوية لون وكرملة معاها. هديها رشة بسيطة جدا من الملح، بسيطة قوي لان اوريدي الصوص فيه ملح، وهنحط فلفل اسود. تنزلها تاني، يلا نزلها تاني، يلا بينا. حمدي هينزل لنا دلوقتي مقادير اللحمه اللي بالفاصوليا الخضراء تاني، عشان اي حد بيتفرج علينا ما يبقاش تايه كده وعارف المقادير اللي احنا شغالين بيها. بنقلب، والبصل طبعا بيتكرمل دلوقتي وبياخد اللون اللي احنا عايزينه. هنا برضو لحمه الشاورما نفس الكلام، بتتشوح وبتتكرمل وامورنا زي الفل. واللحمه اللي بالفلفل الحلو هتنزل كمان، وهننزل لكم كمان اهو الوصفه الثانيه، اللحمه اللي بالفلفل الحلو، عشان تبقوا متابعين معانا الوصفتين اللي بيتعملوا دلوقتي. اللحمه بصوا خلاص يعني هي اخذت التشويحه اللذيذه بتاعتها، وكمان البصل اخذ التشويحه بتاعته. هنبدا دلوقتي نحط الاضافات الثانيه. عندنا رشه من جوزه الطيب عايزه احطها وانا بكلم مدام منال. يا مدام منال اهلا وسهلا.
السلام عليكم، ازيك يا شيف ساره؟ ازيك يا مدام منال، وعليكم السلام، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه طيبه بس جايه متاخره. لا يا حبيبتي براحتك، منوراني. كنت حاجه جميله صراحه. تسلم يا رب. تسلم ايديكم والله حبيبتي، تسلم يا رب. بقول لحضرتك اعمل اهداء. ايه؟ اعمل اهداء. طبعا تحت امرك، اتفضلي. عايزه اقول للاستاذه ساره عقبال 100 سنه ويا رب يتملك على خير يا حبيبتي وتعملي في بيتك، واشكرك على الامانه اللي بعتها لي. اوكي استاذه ساره، دي حد ولا انا؟ الو استاذه ساره، ده حد اسمه ساره؟ لا ده ساره خطيبه محمد شعبان. ساره خطيبه، اه عشان نحدد، لان كده بقى الكلام بقى هي كانه ليا. ساره خطيبه محمد شعبان، الاهداء الجميل ده كان ليها. شكرا ليك يا حبيبتي ونورتينا وشرفتينا. حطينا الفاصوليا الخضراء اللي لونها قمر، الفاصوليا الخضراء وهي طازه لونها بيبقى يفرح كده. مش عايزين يا جماعه ارجوكوا نهريها، هي التقليبه البسيطه دي ونقوم جايين على طول حاطين لها الفول الاخضر، وده طبعا ممكن يتشال، ممكن يتبدل ببسله، ممكن تكمله فاصوليا بس هي جميله قوي كده. واحيانا بعملها بالفول الاخضر بس، بتبقى روعه كمان. تقليبه هسيبهم يتشوحوا ثانيه قبل ما اجي هنا اقلب اللحمه دي. زي الفل. اللحمة دي كده عايزين بقى نحط لها برضو الخضار بتاعها. هنبتدي بالبصل، عايزين البصل يتكرمل هو كمان معاها. بس كده. ونيجي هنا للحمة دي، هنضيف الصوص. احنا كل لحمه هنا عاملين لها الصوص بتاعها. اديله بس تقليبه كده عشان لو النشا رائد او اي حاجه نبقى ايه قلبناه. وهاخد الصوص كده كله زي ما هو اصبه عليها. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ان اللحمه الحلوه دي هتكمل سواها في الصوص وهتبقى يعني قمة اللذاذة في النكهة. نقلب ونسيب بقى كل حاجة تظبط دلوقتي مع بعضيها. الفاصوليا هتستوي واللحمة هتستوي والصوص بصوا هيمسك ازاي على الحاجة، شايفين؟ وألذ حاجة بقى ان احنا الموضوع في ايدينا. افرض انا عايزة اخفف الصوص ده، هقوم ضايفة شوية مرقة كده وابقى خففته، ادي فرصه للحاجه تستوي واسيبه يتقل تاني، كل ما يغلي ويتكثف هيتقل تاني. فانا هخففه كده تقليبه بسيطه. بس كده، واسيبه على نار هاديه يكمل سوا. البصل هنا اخباره ايه؟ بيتكرمل مع اللحمه. والموضوع كده محتاج مننا لو انا شايفه صح شويه زيت. عايزين بس نحط لها كده شويه زيت يساعدوا معانا، وعايزين نحط لها كمان رشه فلفل ورشه ملح بسيطه جدا. هاجي كمان دلوقتي هحط الثوم، الثوم المفروم. اللحمه دي طعم الثوم فيها واضح قوي لان هي فيها ثوم، غير كمان الثوم اللي في الصوص، فبيبقى طعم الثوم فيها مميز جدا. وطبعا الثوم مع الفلفل الحلو بيبقى روعه. لاحظوا الفلفل احنا محوشينه لاخر لحظه خالص علشان يفضل مقرمش جدا، ما يبقاش مهري لما نيجي نقدم. هقلب كده وحدي فرصة للحمة ان هي تاخد من طعم البصل والعكس يحصل، والثوم كمان يتشوح قبل ما نضيف الصوص.
وبقيت الحاجات. بصوا هنا بقى ايه اللي حصل. الله، اللحمه الصوص بقى تقيل وماسك كده. طيب انا اقدر اسيبه كده لو هي استوت خلاص وانا عايزاه تقيل كده، تمام، وزي ما قلت اقدر اخفف بمرقه، انا حره، فانا هخف بشويه مرقه كمان عشان ادي فرصه للحمه ان هي تدوب تماما في الصوص تخفيفه اخيره. وهنطلع فاصل صغير جدا، لما ترجعوا منه هتكون اللحمه دي اخذت الغلوه بتاعتها وخلصت، وهتكون اللحمه دي خلاص برضو يعني ايه هنحط لها الصوص اهو دلوقتي، ماشي، نحط لها شويه مرقه. نور اقترحت ان احنا نحط لها شويه مرقه الاول. نسمع كلام نور، نقلب كده عشان يطلع كل الطعم في المرقه دي. وبعد المرقه نحط، خلي الفلفل لاخر لحظه، الفلفل ما نحطوش في الاول عشان انا عايزاه يفضل مقرمش. نقدر دلوقتي بقى نحط الصوص. يلا، وكده الاتنين لحمة بتوعنا على النار هياخدوا غلوة مع الصوص بتاعهم، ونكمل خطواتنا. فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل. اول وصفه ستير فراي معانا اللحمه اللي بالفاصوليا الخضراء والفول الاخضر جاهزه. طبعا ما بياخدش وقت في السوا خالص، فانا هجيبها كده على جنب، خليها هنا لحد ما يجي وقت التقديم. تعالوا كده نبص على اللحمه الثانيه، انا عايزه دلوقتي احط لها الفلفل. انا تعمدت اني ما اشوحش الفلفل علشان يفضل مقرمش كده في الاخر ما يحصلوش حاجه. فادي كل الفلفل وحسبها. هاجي بس كده اعمل ايه، احط وك تانية تسخن على النار، وانا برضو بشتغل عشان لما اجي انزل الفريخ تبقى سخنة مولعة. هقلب هنا وطبعا الفلفل ده هو يدوب على حرارة الصوص. الله على ريحتها، مش بس الريحة، الريحة والألوان كمان، شايفين المنظر جميل ازاي. وبس كده دي هتتشال من على النار حالا. طبعا على فكرة ليكم مطلق الحرية ان الصوص يكون اكتر او اقل، في ناس ما بتحبش اكلها صوص كتير فهتقلل عادي جدا، مفيش مشكلة. تعالوا كده واحنا واقفين نقول مقادير تالت حاجة معانا النهاردة. نعمل ايه يا سارة؟ تعالوا نعمل النودلز. عندنا نودلز برضو ستير فراي برضو بنفس الطريقة، معاها خضار جميله جدا، طبق جانبي رائع وممتاز. هتبقى عباره عن كيس مكرونه سباكيتي مسلوقه نص سائل، ممكن طبعا تستخدموا اي نودلز اسيويه، انا بس حبيت اسهل عليكم ما اعقدكوش. اي نودلز اسيويه او اي فيتوتشيني كله ينفع، ما فيش مشكله. هنحتاج طبق مشروم متقطع شرايح، كوبايه من البصل الاخضر الشرايح، 2 كوسه جوليان، 1-2 جزر جوليان، 2 فلفل الوان جوليان، 1 فلفل رومي جوليان، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل اسود، نفس الصوص بتاعنا اللي هو نص كوبايه من صوص الصويا، نص كوبايه مرقه، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من زيت السمسم، 2 معلقه كبيره من النشا، 3 معالق صغيره من الثوم المفروم، ومعلقه صغيره من الجنزبيل المفروم. وبمناسبه النشا نقدر نزود او نقلل فيه حسب ما احنا عايزين، هو ما ينفعش نزود عن كده هيبقى تقيل قوي، لكن تقدروا تقللوا والصوص يبقى اخف، براحتكم جدا مفيش مشكله. يلا بينا نبدا دلوقتي في ايه؟ تعالوا نبدا في الفراخ. الووك بتاعتنا سخنت، هنحط لها الزيت. وانا كمان مع الزيت هحط مكعب من الزبده، بيدي طعم جميل جدا لوصفات الفراخ عموما. فتعالوا كده ناخد مكعب او قطعه، من الزبدة.
هناخد الفراخ اول حاجه، ادي الفراخ، وهنسيبها تتشوح مع رشة جوزة الطيب، رشة ملح صغيرة جدا، ورشة فلفل، مش هقلب برضو نفس الكلام، كله ينطبق علشان نحافظ على الفراخ من غير ما تنزل ميتها وتتشوح كويس. هشيل الحاجات الفاضية هنا ورا وارجع اكمل. بس كده. ناخد مريم على التليفون. يا مريم اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. تسلمي لي يا رب، كل ذوق يا جميله. او بحب اكلك دايما دايما، بحب اقلد اكلك واعمل زيك. تسلمي يا رب يا حبيبتي، كل ذوق كل ذوق. حبيت بس اسلم عليكي. تسلمي لي يا رب، نورتيني يا حبيبتي وشرفتيني ومنورانا دايما، اهلا وسهلا. يلا بينا نكمل. الفراخ عايزينها تتشوح. والووك التانيه بتسخن عشان نعمل فيها الجمبري. احنا قلنا مقادير الجمبري ولا لا؟ تعالوا بسرعه نقول مقادير الجمبري كمان عشان نبدا فيه. الجمبري يا جماعه هو برضو ستير فراي، هنعمله هتكون مقاديره كالتالي. عندنا نص كيلو من الجمبري المتقشر، عندنا كوبايه بصل اخضر شرايح، جزرتين متقطعين جوليان رفيع جدا، كوبايه من الذره الحلوه، وعندنا رشه من جوزه الطيب، عندنا كمان زبدة وملح وفلفل اسود، ونفس الصوص بتاعنا، نص كوباية من الصويا صوص، نص كوباية من المرقة، معلقة كبيرة من العسل الابيض، معلقة كبيرة من زيت السمسم، معلقتين كبار من النشا، ثلاث معالق صغيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل المفروم. دي كده مقاديرنا، ونقدر دلوقتي نبدأ مع الفراخ كده ونضيف حاجات تانية. هضيف المشروم، وهضيف كمان الفلفل الحار، وهضيف الجزر المبشور. وانا بكلم تماره. يا تماره اهلا وسهلا. الو، السلام أيوه. عليكم. وعليكم السلام. انا بحبك قوي يا سيف. يا روحي ربنا يخليكي بجد والله. تسلمي لي يا جميله، ربنا يخليكي يا رب. شكرا على الاكلات الجميله اللي حضرتك بتعملها لنا. حبيبتي انا اللي بشكرك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي وشكرا على كلامك الجميل. شكرا يا تماره، نورتي. بس كده تقريبا بقى، ونسيب كل الكلام ده يتشوح مع بعضه. مش بالضروره انه ياخد لون جامد قوي، ولكن عايزينه بس ايه، يبدا يعني ايه يلون، مش اكتر من كده. بس عندنا ايه كمان هنشتغله دلوقتي؟ احنا قلنا الجمبري، احنا سايبين قلنا النودلز بس ما عملناهاش، قلنا مقادير الجمبري وسايبين لوك على النار تسخن برضو كويس، عشان نفس الكلام، عشان لازم الجمبري ينزل في الوك تبقى سخنه جدا، ما ينزلش الميه بتاعته، يفضل كده كريسبي ومقرمش وجميل وكل اموره تمشي صح. وهنبدا دلوقتي نشتغل. هاجي هنا برضو هحط شويه زيت، ومع الجمبري برضو افضل ان انا احط كمان مكعب من الزبده، برضو هيخلي الطعم حلو جدا. فهاجي اجيب مكعب من الزبده واضيفه مع الزيت، وهحط اول حاجه البصل الاخضر والجزر، مش الجمبري. لو حطيت الجمبري من الاول اللي هيحصل انه هيستوي زياده جدا. حطينا البصل الاخضر والجزر، وهنديهم كده ايه، تشويحة في الآخر، ننزل عليهم الجمبري.
ونيجي هنا كده نشوف الوضع ايه. زي الفل، الفراخ بتتشوح مع الجزر مع المشروم وكل امورنا تمام. هنيجي دلوقتي نكمل، فاضل لها كده ان احنا نحط لها الكوسه والبسله. ادي البسله وادي الكوسه، بحب احطهم في الاخر عشان يفضلوا مقرمشين. تقليبه وحاجي دلوقتي اضيف الصوص اللي انا عاملاه. انا بقى عامله برطمان كبير على قد الحلقه، على قد بقيه الوصفات يعني، بس هو عايز يتحط في جار الحقيقه، هطلع منه ازاي. نشوف له مغرفه على قده. ايه؟ اه حلوه الفكره دي. نصب في كوبايه عياريه. يلا بينا نبدا بقى نضيف. عايزين هنا للفراخ بس كفايه كده، هنقلب الفراخ مع خضارها مع الصوص. بصوا بقى اللون راح في حته ثانيه خالص، والريحه طبعا راحت في حته ثانيه خالص. وهنخليها دلوقتي تغلي مع الصوص، تكمل سوا فيه هي وكل الخضار، وهتبقى عظمه. طيب هنا بقى ايه اللي حصل؟ اتشوح البصل الاخضر وتشوح الجزر. نقدر نيجي دلوقتي نضيف لهم الجمبري واحنا مطمنين انه كده مش هيستوي زياده. الجمبري هيبقى اسرع وصفه فيهم. هضيف الجمبري وهضيف معاه الذره الحلوه والحقيقه يعني اسرع تقلبتين في الحياه. هيكون الجمبري ده خلص. بس كده رشة فلفل وهنديله تقليبة دلوقتي نشوف الفراخ اخبارها ايه. الفراخ تحفة. هضيف لها شوية مرقة بسيطة نخف الصوص تاني لحد بس ما الفراخ تستوي كويس. هي خلاص فاضل لها غلوه واحده والصوص ده هيكون تقل تاني وهتكون هي كمان استوت. يلا بينا الفراخ على النار مش هنعمل فيها حاجه. الجمبري ده هنديله تقليبه بسيطه كده وهنضيف له دلوقتي حالا الصوص برده ياخد غلوته ونشيله على طول من على النار. بس كده كده كل امورنا تمام. هنسيب الفراخ تغلي والجمبري برضو يغلي غلوه واحده ونطلع فاصل بسيط جدا، نرجع نقدم الاطباق دي ونشوف لسه النودلز اللي هنختم بيها. فاصل صغير مستنياكم. رجعنا من الفاصل وزي ما انتم شايفين احنا مقدمين يعني الاكل مهرجان الوان النهارده. هو الاكل اللي دايما بيبقى جاي من ناحيه اسيا كده بيبقى ملون قوي،
كله ألوان وكله خضار، وبيعتمدوا على صوصات كتير، بيعتمدوا على أنواع خضار كتير. وأنا سايبة ووك على النار بتسخن دلوقتي عشان نختم بالنودلز. خلوني أودي بس الفراخ، قدمناها أهي الفراخ والجمبري، اللحمة اللي بالفاصوليا الخضراء، اللحمة اللي بالفلفل، كل أطباقنا موجودة، والصوص بتاعنا كمان موجود، ولسه كمان ومقدمين معاهم هنا رز جاسمين. المعتاد يعني مع الاكلات دي بيتقدم رز جاسمين وبيض اومليت كده متقطع شرايح او عيون، فانا هقدم بنفس طريقه التقديم الاسيويه بس لما يجي البيض نكمل. تعالوا نشوف بقى النودلز هنعملها ازاي. احنا قلنا مقاديرها عندي هنا، نزلها لنا تاني. عندنا هنا ووك انا سايباها تسخن جدا على النار، وفي الووك هحط شويه الزيت. وعلى طول مع الزيت هنزل الخضار، البصل الاخضر والمشروم استنى كده بس المشروم ايه يتشوح له تشويحتين وبعدين نبدا نحط الحاجات التانيه. والدنيا لطيفه جدا. تقليبه كده زي الفل. عندنا ايه كمان؟ الجزر الكوسه والفلفل كله هحطه مع بعضه، رشه من جوزة الطيب، رشه ملح صغيره جدا، ورشه فلفل. شايفين كل الخضار القمر ده هيتحط عليه المكرونه. وده كده في حد ذاته على فكرة هو ستير فراي خضار، لان احنا ممكن نعمل نفس الوصفة دي بالظبط خضار بس. هاجي كده واضيف الصوص، والمرة دي بقى هكتر الصوص شوية عشان انا عندي مكرونة، وهخفه برضو شوية عشان عندي مادة نشوية في المكرونة ممكن تخلي الصوص ايه تقيل زيادة عن اللزوم. هقلب بس كده، هسيبهم يغلوا مع بعض غلوه قبل ما نحط المكرونه. تعالوا نشيل كل الحاجات اللي خلاص فضيت ومش عايزينها عشان ايه نروق مكاننا. ما لا انا خلصت بس انا مستنيه البيض. يلا بينا. هعمل ايه انا دلوقتي؟ انا هقلب المكرونه هنا على طول. اول افضل ان انا انزلها مع الصوص الاول شويه تاخد غلوه بس وبعدين نكمل. كل حاجه جاهزه، احنا جاهز بس على ان الصوص يغلي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي كده نقطع شويه الليمون اللي عندنا دول لحد ما الصوص يجي. نجيب سكينه عشان عايزين نعمل تقديمه حلوه كده، يعني نكلل الجهد بإضافة كده بسيطة تخلي الدنيا أحلى وأحلى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ليمونة أضالية كبيرة حبتين بس إيه على نفسها بالظبط. قطعت مين كده هقول لكم حالا. هنقدم ازاي الليمونه؟ يعني عايزه اقول لكم قشرتها لا تخترق، جامده جدا.
يعني بقطع بسكينه مشرشره ومش راضيه اصلا تمشي في الجلد بتاعها. بس يلا الصوص ده غلي، عايزين نحط المكرونه حالا. المكرونه هناخدها كده وباتنين سباتشولا قدام بعض، ندي بس تقليبه بسيطه نضمن ان كله اتخلط. اعتقد يعني شايفين الالوان عامله ازاي في كل الاكل النهارده، المكرونه شكلها يجوع صح. المكرونه دي يا دوب تسخن في الصوص هتكون كملت سوا، فانا يعني مش هسيبها اكتر من 3 دقايق. البيض بتاعنا جنى وهقول لكم بقى بيقدموا ازاي. شايفين طبق الرز الحلو ده، بيجوا كده ويقوموا اخدين البيض ده يحطوه عليه. استنوا نلبس جوانتي بقى عشان نشتغل براحتنا، وانتي كده خلاص هنشيلك من على النار. تعالوا نشيل الحاجات الفاضيه. الزبده كمان خلاص مش محتاجينها، خليها ورا. يلا تقديمة الاخيره بقى، اولا المكرونه. يا سيدي الله، بيعملوا ايه بقى اخواتنا الصينيين؟ بيجيبوا او الكوريين الاسيويين عموما بيعملوا ايه؟ يجيبوا المكرونة القمر دي كده ويقوموا حاطين على وشها شوية سمسم، وكمان شوية بصل اخضر. بس كده ادي المكرونه جاهزه. طيب بنعمل ايه بقى في البيض ده؟ بصوا يا جماعه سريعا جدا، يعني بياخدوا البيض العيون ده كده بيقدموه مع المكرونه ومع الرز الاثنين، فاحنا ممكن نقدم البيض العيون هنا ونقدم البيض التاني هناك. خلصت من قبل ما تقول يعني كده بيتقدم على الوش، بيكون يا اما اومليت يا اما بيض عيون طري خالص، انتوا اللي انتوا حابينه بقى. وبرده بيقوموا حاطين عليه كده شويه سمسم. فادي كده تقديمه. التقديمه الثانيه بقى بنجيب الاومليت اللي احنا عملناه ده كده وبيتبرم كده ويتقطع شرايح كده، وتتاخد الشرايح دي كده على وش الرز مع شوية بصل أخضر برضو، مع برضو شوية سمسم. ودي كده التقديمة التقليدية أو الطريقة التقليدية للتقديم. نشيل بقى كل الحاجات دي ونيجي بسرعة نقول إحنا عملنا إيه النهاردة. إحنا النهاردة عملنا صوص ستير فراي أو صوص للأكل السريع المتشوح. ستير فراي يعني تشويح، وعملنا منه كل الوصفات
ايه اللي قدامكم دي؟ تخيلوا كل ده طلع من صوص واحد، شوية ليمون هنا وشوية ليمون هنا وشكرا. عملنا ايه؟ عملنا صوص الستير فراي، اتعلمناه ازاي، عملنا منه جمبري ستير فراي، وعملنا كمان الليمون ده طبعا لكل الاكل مش للرز يعني، تقدروا تحطوه على اي حاجة فيه، وعملنا كمان لحمة بالفاصوليا الخضراء والفول الاخضر برضو ستير فراي، كله بقى ستير فراي النهاردة، وعملنا لحمة بالفلفل الحلو، عملنا ثواني حالا بعمل كده، عملنا فراخ، عملنا جمبري، وكل الاكل كده ياخد رشة سمسم على الوش. احنا ايه بنحترم الطريقة التقليدية في التقديم دلوقتي. يلا بينا نظبط كده الدنيا بقى شوية. ادي المكرونة، ادي الرز اول حاجة، وادي المكرونة، ادي الفراخ، الجمبري، نوعين اللحمة، وعندنا الصوص كمان اللي هو اصلا النجم اللي طلعنا منه كل الكلام ده اهو. دي كده حلقتنا النهاردة، صوص الستير فراي، وطلعنا منه واحد اتنين تلاتة، عملنا كم طبق، واحد اتنين تلاتة اربعة، خمس اطباق طلعناها من صوص الستير فراي، ده غير طبعا وصفة صوص الستير فراي نفسه. كل الوصفات النهاردة ممكن تتبدل، يعني الجمبري ده ممكن هو هو بنفس الطريقة بس فراخ بدل الجمبري، المكرونة ممكن احط معاها فراخ او لحمة، ال اسمه ايه ده، استنوا انا مش عاجبني شكل الليمون ده كده، اسمه ايه فكروني، الفراخ ممكن تبقى هي هي اللحمة، يعني بنبدل في البروتين وتركيبات الخضار مفيش مشكلة خالص، والنتيجة بتكون برضو ممتازة. بس كده حطينا الليمون على الجنب احلى. ودي كانت سفرتنا النهاردة، سفرة من المطبخ الاسيوي اللي بتتعدد نكهاته وبتتعدد الوانه، وطريقته في الطهي سريعة وخفيفة وبسيطة، والدليل ان احنا عاملين ست وصفات على الهوا واحنا واقفين، كل الموضوع ان احنا محضرين التقطيع والحاجات دي، وده يعني ايه مش قضية يعني، لكن الطبخ نفسه ما اخدش مننا وقت يذكر. بفكركم ان اعادة حلقتنا النهاردة هتكون الساعة 8 وربع بالليل، وبفكركم ان كل حاجة بنعملها في سنة اولى طبخ بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي بالانجليزي، صفحتي الوحيدة الموثقة بالعلامة الزرقاء دي اللي بتكون ايه خاصة بيا. اتمنى يا رب تكون ويك اند سعيدة عليكم جميعا، واتمنى اسيبكم كده ترتاحوا وترجعوا لنا من اول الاسبوع نبدأ بوصفات جديدة لذيذة جدا مع سنة اولى طبخ. اسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.